امبارح اتفقنا على ان احنا بقى هنبتدي نشد الهمم علشان مباراة الاهلي وسان داونز. مالناش دعوه بمباراة الاربعة دي بتاعت مصر المقاصة، يعني دي في الدوري العام مالناش دعوه، ما نتكلمش فيها خالص. احنا بنتكلم على مباراة العودة بين الاهلي وسان داونز ومحاولات الاهلي ان يعود مرة ثانية من بعيد من 5-0، يحاول ان هو يصل الى يعني 5-0 او 6-0 يبقى شيء جميل. والمأمورية ما هياش في فرق بتقول ايه مستحيلة، فرق بتقول ايه ممكنة بس صعبة، فرق بتقول سهلة. هي ممكنة بس صعبة، ممكنة بس مش مستحيل، عشان نكون واقعين في الكلام. هي ليست بالمستحيل، مستحيل يعني نقفل الكلام ده كله ونتكلم في قصة تانية، لا هي ممكنة، هي مش مستحيلة، هي ممكنة بس صعبة. طب إيه اللي يسهلها شوية شوية؟ طبعا توفيق المولى سبحانه وتعالى طبعا في المباراة، ده نمبر 1، توفيق من عند المولى في إنهاء الفرص اللي تلوح بأهداف مع التأمين الدفاعي، لأنه فرق سان داونز فريق صعب، فريق صعب جدا، ومرتداته هتبقى قاسية للغاية على مرمى النادي الأهلي. فلابد لسارتي زي ما قلت امبارح يصحصح معانا شوية علشان الدنيا تبقى ان شاء الله يا رب، باذن الله يا رب نعمل اللي علينا وندخل المباراه ما نفكرش في حاجه غير ان احنا نعمل اللي علينا. لو عملنا اللي علينا مع كرم المولى سبحانه وتعالى ربما يتحقق ما لا نتوقعه باذن الله، والمهمه الصعبه تصبح سهله باذن الله. طيب